بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين والمشاهدات لأون تايم سبورتس في كل مكان. أشكر زميلي وزملائي محمد يوسف وضيفي الكريمين كابتن زاهر عبد الباسط والكابتن هاني عبد المنعم موسى. استمتعنا بالتحليل معهم وحنستمتع فيما بين الشوطين وبعد المباراة إن شاء الله. كابتن محمد يوسف انا ما اقدرش اعمل معاك مشكله ولا اي حاجه باشا، استمر في التحليل يا باشا، انا كنت مستمتع. ما هنروح الاسم بعد كده. مباراه ان شاء الله تليق بنهائي بطوله الدوري الممتاز لقاء جيم 1، المباراه رقم 1 فيما بين الاتحاد السكندري زعيم الثغر ممثل الاسكندريه عاصمه كره السله وفيما بين الاهلي. النهارده لقاء الاهلي الممثل القاهري وكلاسيكو النهارده فيما بين الاهلي والاتحاد، لقاء نهائي تكرر كثيرا. الجامبول ونشوف تشكيل الفريقين في البوزيشن 4 و5، مروان سرحان وعمر طارق اللي بيواجههم انس اسامه وهيثم كمال في الاتحاد السكندري. اما دولا صانع اللعب اللي بيواجهه مايكل تومسون. اما الاجنحه الطائره ففي يوسف شحاته ودومينيك جونسون اللي بيواجههم عمرو زهران وايهاب امين. يوسف شحاته اللعب مان تو مان. لا نشوف كده الشكل. اوه جول تندينج في اول باسكت. ايه ده اللي بتقوله ده يا كابتن وليد؟ جول تندينج، الكره لمست البورد في طريقها للحلقه. خلي بالك الكره لمست البورد، فمش من حق عمر طارق انه يشيلها. خلاص لمست البورد في طريقها، حتى لو اقل من الاسطوانه الوهميه الكره تحتسب باسكت. اذا اول نقطتين للاتحاد واول نقطتين في تحدي من مايكل تومسون للدخول وسط العمالقة وتجنب البلوك من انس اسامة. وادي كرة بيخطفها تومسون ويروح ايهاب امين جوه الباسكت في اول لقطة دفاعية لمايكل تومسون، بيخطفها ويدي ايهاب امين اللي ينفرد ويحط الكرة جوه الباسكت. مش ينفرد قوي، هو كان 1-on-1 بس قدر بشياكة وحط الكرة بايديه الشمال. جونسون على التصويب بعيدة المدى. دومينيك جونسون وحده ثلاثية الأبعاد باستخدام اللوحة في أول 3-point shot جوه الباسكت. مايكل تومسون إيهاب أمين إنسايد، لا مش إنسايد جيم، مروان سرحان بيصوب مفيش. عمر طارق الريبو واحدة بقى كده وواحدة كده، واحدة يا عيني واحدة يا قلبي يا عيني للبلوك. انس اسامة في اول بلوك لعمر طارق، عمر طارق بياخدها تاني ويعمل واحدة يا قلبي جوه الباسكت. لكن دولا بيقول لي يا كابتن وليد كفاية كلام عن العمالقة وخد على الميديم رينج او الميديم شوت دي جوه الباسكت. النتيجة امامكم عشان انا مش هتابع النتيجة، خلينا نتابع اللقاء ومتعة اللقاء. المان تو مان هو الغالب للاتحاد السكندري. وادي عمرو زهران على التصويب اوبن شوت ما بتجيش، وريباوند لهيثم كمال وديفنسيف بالانس رائع، لكن الكره بتخطف منه ويدي يوسف شحاته احد ملوك الرميات الثلاثيه اللي بيطلع لبره جونسون. هيثم كمال الاكسترا باس ليوسف شحاته على التصويب 3-point shot ما بتجيش. يلم عمرو زهران المتابعه الدفاعيه مايكل تومسون معاه يوسف شحاته، عمرو زهران، ايهاب امين بيصوب. ايهاب امين ما بتجيش، والمتابعه الدفاعيه عن طريق انس اسامه. بيك اند رول روعه. حلوه الرشاقه، حلوه الشياكه، ولكن خطا شخصي من ايهاب امين ضد انس اسامه. بص الرشاقه والشياكه لكن فيها خطا شخصي من ايهاب امين، خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين. النهارده حكام اللقاء اوسكار روسيس من لاتفيا وجوني باتيستا من بورتريكو وانا بافريلي من بنما.
انس وسامع الرميه الحره الثانيه بيضيعها. ايهاب امين ماسكو دولا، عمرو زهران بيحاول يخترق ويعدي ويطلع لبره لما لها مقفوله. على التصويب لا ادى مروان سرحان يلعب ال1 1. بص الهيلب سايد حلو حلو الكلام، خطفت منه وراحت لايهاب امين راح خدها تاني دولا الولد الشقي. وعلى التصويب اندر بريشر اندر بريشر فول تايم، خلي بالك انا بقول ايه، تحت ضغط الوقت اللي هو ال 24 ثانيه لازم ايهاب يصوت. محدش يقول لي اصل ايهاب استعجل ليه، لا في 24 ثانيه شغاله هو بس حاسس بيها، ولاعيبه الباسكت دايما بيحسوا بسنس التايم. ادي الكرة خدها انس اسامة وتطلع منه اوت. تومسون اللي ماسكه يوسف شحاتة المان تو مان فول كورت، يوسف شحاتة. مروان سرحان في البوزيشن رقم 4. تومسون على التصويب 3 بوينت شوت، ولكن خطأ شخصي على يوسف شحاتة يستوجب ثلاث رميات حرة. فيها خطأ شخصي، الدراع في الدراع، لمسة لإيده، ده كلام صح ومحترم. مايكل تومسون الرمية الحرة الأولى بيسجلها. والتانية بيسجلها. تاني موسم يلعب فيه مايكل تومسون مع الأهلي مع أودي بوش. أما هنري كرول المدير الفني للاتحاد السكندري في أول موسم ليه هنا في الدوري المصري. مدرب محترم أثبت كفاءة، لكن هنشوف النهارده. أخذ بطولة السوبر من الأهلي. وادي جونسون دومينيك. على التصويب 3 اوه في شبه كده من دول ويت اللي كان متواجد في الاراضي المصريه لمتابعه البال. وادي بص الهيلب سايد والكفرنج بيقول له خلاص سيبها وعدي. انس اسامه بيلعب ال1 1 ولكن مخالفه المشي بالكره، مخالفه المشي بالكره. ادي دي تاني تصويبه من تاني واحده جونسون. ابص في شبه كده من دوين وين اللي كان يرافق ابنه زاير هنا في بطوله البال اللي كان بيستضيفها الاهلي. مروان سرحان بص بص خلي بالك من تحركات انس اسامه وعمر طارق. ادي تصويبه اوبن شوت بلا رقابه دفاعيه لكن ما بتجيش، المتابعه دفاعيه. ايسم كمال على التصويب بيهوش جونسون واحدة تالتة ما بتجيش، بعيدة قوي يا جونسون، كان يقدر ياخد بيها دريبلاي ويقرب لكنه يثق في نفسه تماما على ما يبدو. ادي الانسايد جيم وعمر طارق واحدة الانسايد جيم بعد ما تخلص بسكرين من انس اسامة يحط كورته ببراعة وشياكة جوه الباسكت. يوسف شحاتة جونسون بيقول له ابدأ لف، بيمشي تكتيك لكن رايح معدي. وليب ما بيجيش بعد ما وصل ايده في الحلقه تماما، بيضيع ليب سهل جدا جونسون. عمرو زهران ايهاب امين بيخرج من الاوفر توب، بص بيحاول يعدي. ايهاب امين بيحاول يحطه في ظهره، وادي تصويبه بص البوكسنج اوت الرائع من هيثم كمال والمتابعه الدفاعيه. هيثم كمال دولا 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 معدي وبيطلع كيك اوت لبره ليوسف شحاته على التصويب ما بتجيش، وتروح الكلمه لعبه 1 1 1 1 1 1 1 واو خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين على دومينيك جونسون. خد الزيرو ستيب
عمرو زهران في لعبه صحيحه تماما، لا تعتقد عزيزي المشاهد انها مخالفه لمس الكره، لا تعتقد، لانها لعبه سليمه تماما. عمرو زهران نجل الكابتن علاء زهران، نجم الاهلي السابق ونجم الشرطه والاهلي السابق. الرميه الحره الثانيه بيسجل، يعزز تقدم الاهلي الى 12-10. جونسون وادي الرول راحت، لكن الكره اتقطعت وساره، ودفاعات قويه عملها فريق الاهلي. ابو النصر بيصوب، ما بتجيش، ولكن اوت على الاتحاد السكندري. تستدعي اوت لمصلحة الاهلي من تحت سلة الاتحاد، نزول ليوسف شوشة ونزول لمحمد ابو النصر، يبقى مكان ايهاب امين. وادي سكرينات صح جدا، وعمرو زهران على التصويب، تصويبه بعيدة المدى ما بتجيش، واحدة كده عاملة زي بتاعة دومينيك جونسون، بعيدة قوي يعني. هيثم كمال على التصويب، واحدة 3 بوينت شوت هوائية، ما بتلمسش أي حاجة، لكن بيلحقها عمر طارق المتابعة الدفاعية، ويدي عمرو زهران ياخد من ورا ظهره، كانت هتتقطع منه، لا بالفعل اتقطعت منه، تقلب باست بريك 4-5-2، تنتهي 3 بوينت شوت. ولا لو بقول لك ده شبه باين عليه دوين ويد، ليس شكلا فقط ولكن كمان في أدائه، يبقى نعتبر واحد ملوك الرميات الثلاثية حتى الآن. خلي بالك على الحكم، الحكم ملوش تغيير. عمرو زهران 13-13، يلعب الوان وان عمر طارق مع انس اسامه، بص شوف صراع العمالقه، لكن الكره اتخطفت، وي هيلب سايد رائع، وادي جونسون ليف رائع، ولكن خطا شخصي على عمرو زهران، يستوجب رميتين حرتين لصالح دومينيك جونسون. في شبهه، بص منه يعني تقريبا شبهه تماما، يمكن كمان مربي دقنه عشان يبقى شبهه. دون ويد كان قلنا في القاهرة، استغل فرصة وجوده في القاهرة، زار المعالم السياحية، زار الأهرامات، زار نهر النيل، زار كل حاجة، وأخذ الصور التذكارية بتاعته، واستمتع وأشاد على صفحته الشخصية بوقته في مصر. دومينيك جونسون الرمية الحرة الأولى بيسجلها، مش عارف كانت النتيجة من شوية 13-13، لكن اعتقد هي النتيجة دي الصح، 13-13 يعني. ماشي. والرمية الحرة الثانية بيسجل، المباراة كلا الفريقان يتبادلا التقدم، واعتقد المباراة لن تنتهي الا في اخر ثواني. هنريك رول الالماني يقود المانشافت للاتحاد السكندري. فكرة حد يقول لي يا كابتن يعني المان شافت ده الفريق الالماني، اقول له لا، مان شافت كلمه تعني فريق بالالمانيه، يعني في اي فريق بقى، يعني الاتحاد السكندري مان شافت والاهلي مان شافت، فالمان شافت تطلق على كلمه فريق او معناها كلمه فريق بالالماني. تومسون بيطلع لبره حلو قوي لابو النصر، احد ملوك الرميات الثلاثيه، بيضيع، لكن الكره بتتخطف من سيف سمير اللي بينزل يواجهه بيبو. عمر طارق مازال متواجد في ارضيه الملعب، انس اسامه ايضا متواجد في ارضيه الملعب. كيك اوت لبره لبيبو على التصويت، ميديم شوت قوه الباسكت. بيبو ابو العيله بلوكر كاس العالم في مرحلته في الناشئين تحت 17 سنه. بيبو سيف سمير خارج من السكرين الاوفر توب عادي، لحقه سيف سمير الاكسترا باس لابو النصر، عمل فيك حلو قوي لكن لا تغطية، ود عمرو الجندي لنزول في عمرو الجندي، ودفاعات رائعة عملها فريق الاتحاد، لكن الاوفنسيف ريباوند لعمرو الجندي على الاوبن شوت. اوه اوبن شوت، كيف يترك عمرو الجندي وحيدا وهو احد ملوك الرميات الثلاثية. ميدو طه ايضا نزول للمشاركة، بيبو على التصويب، لا بيرجع لميدو،
يدي واحدة ميديا شوت ما بتجيش واللياب ما فيش، وصراع العمالقة ينتهي إلى عمر طارق بمتابعة دفاعية. المباراة سريعة تماما، سيف سمير أبو النصر، وادي لياب رائع ولكن يوجد خطأ شخصي لصالح محمد أبو النصر يستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي على ما يبدو على الشوشة. لا شوشة مش مشترك في اللعب تماما، الحكم كان بيبص له ليه مش عارف، بره اللعب تماما. الرمية الحرة الأولى بيضيعها. نزول لعمر عزب أحد أيضا ملوك الرميات الثلاثية. الرمية الحرة الثانية بيضيعها، لكن يا ولد يا ولد جاب ريباوند حلو قوي، لكن الفينش مش مظبوط. وادي أنس أسامة لأبو العلا، أبو العلا بيبو يطلع يحط واحدة ويحط كورته تاني، ولكن خطأ شخصي يستدعي رميتين حرتين على عمر طارق. مش دي بقى، بص دي في هنا شاف ان هو زق او شاف ان في احتكاك. نزول ايضا لحاتم البحيري. اذا في روتيشن من كلا المديرين الفنيين هيتكلم عنه اكيد، محمد يوسف مع زاهر عبد الباسط وهاني عبد المنعم مع حفظ الالقاب ليهم بالطبع. في الاستوديو التحليلي كيف دار الروتيشن. النتيجه متساويه ومتكافئه تماما في خطا شخصي على مين؟ على سيف سمير. ده اعتقد الحكم البنمي. يا كابتن ونبقى معلش بعد اذنكم، ممكن بعد اذنكم يا كابتن طارق، احنا اتفقنا عليها يا كابتن طارق، بعد اذنك اللعيب ممكن تمشي الجزيره. مشت الجزيره، مشت حضرتك. انا قلت له حضرتك، انا قلت للعمل ايه تصرف زي ما انت عايز. ادي بيبو، بحيري، ميدو طه بيطلب السكرين وعدى من النص وراح وحط واحده ميديم شوت ما فيش باستخدام اللوحه. نزول لاحمد اسماعيل على ما يبدو بديلا لعمر طارق. تمريره خاطئه تطلع تيرن اوفر، تطلع اوت. اوت للاهلي. أيوة في حاجه انا ما شفتهاش او لمست حد. فوتو. وادي كره واتخطفت ومخالفه ل 24 ثانيه، ولا نهايه زمن الفتره الاولى. اعزائنا المشاهدين والمشاهدات لاون تايم سبورتس، دقيقتين هي الراحة المقررة فيما بين الفترة الأولى والثانية. تعال نشوف أو نحاول نلقط من كلا المديرين الفنيين. النهاردة المدرسة الألمانية تواجه المدرسة الأسبانية على الأراضي المصرية. And if anyone has to say someone to you, it's me. The problem. We are good. We have good Philip Kadivan. Turnover, three more shots. Turnover, layup. Here, one time, you see one of our talent. You see one, but here you let him go inside, it's not one. You let him drive inside, it's not one, it's like three. So we are fucked up. You will find an open shot here. Guys, rebound. We're good on defense, just keep the same feelings. And offensively, it will come. Thank you, Robs. And same for you, Hato. And two times for Shusha. Right. And good Robs. Then we'll go back into our pick. Okay, guys.
be ready for the shot. Hey, get the rebound. Get it, get it, get it, get it. انتهى او انتهت الراحة المقررة فيما بين الفترة الاولى والثانية. الحيازة التبادلية تأتي بأوت لمصلحة الاتحاد السكندري. بص الروح الرياضية هو ده اللي يجب ان تسوده وتسود ايضا فيما بين الجماهير سواء قبل اللقاء او بعد اللقاء. وادي كرة وضاعت بس ما فيهاش حيازة فيكمل زمن ال 24 ثانية. ميدو طه على اللايب ما بتجيش وبتلمس الحلقة لكن خلاص تأتي المتابعة الدفاعية. محمد أبو النصر تومسون عمر عزب عمر عزب وإبدا أحمد إسماعيل اللي بيطلع لبره. عمرو الجندي اللي هيتعمل له ستار. وادي الهيلبر ريكفر لهيثم كمال مسك عمرو الجندي وبيعمل فيك وبيطلع وو مضغوط عليه ضغط كامل. شوشة كيك اوت لبره الشوشة وهو رايح ناحية الكورة جيب اند جو سهلة جدا لكن هيثم بيضيعها بضربة جديدة تحت السلة وعمل خطأ شخصي ساذج. هيثم كمان 16 قول كان لوحده تماما على ما يبدو ان هو ما صدقش انه بلا رقابه دفاعيه. صلح الخطا بنيجاتيف رياكشن او رد الفعل السلبي بخطا. ابو النصر سيف سمير وبيلعب مع هيثم كمال ال 1 1. بص بيبو رايح فين؟ رايح لمانو لكن اوت على هيثم كمال. المباراه تقام في صاله زويل 6 اكتوبر زويل صالة وزارة الشباب والرياضة فوقه وخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. غير اتجاهاته حلو قوي احمد اسماعيل في احد العاب الجردات. وبيسجل الرمية الحرة الأولى أحمد إسماعيل. طيب مش عايز حركة. وبيسجل الرمية الحرة الثانية. 18-16 الأهلي ليدنج حاتم البحيري. كورة مقطوعة عمرو الجندي وعمل بلوك رائع حاتم البحيري صلح غلطته وخد الكورة تاني بلا اخطاء شخصيه وهو ما يسمى بالبوزيتيف رياكشن. سمينا من شويه نيجاتيف رياكشن صلح بخطا شخصي لا المره دي صلح بلا اخطاء شخصيه وقطع كرته تاني. شوشة عرقله بلغه كره القدم تستدعي اوت. خد من النص حلو قوي لكن عرقله كده بلغه كره القدم تستدعي خطا شخصي يستوجب اوت من الحد الجانبي. بحيري هيثم كمال ميدو طه هيثم كمال خبطت في رجله. هل تجديد لزمن الهجمه؟ بحيري ميدو طه حاتم البحيري وادي واحدة على الميديم ست مفيش ولكن تصيبة ايضا مفيش. وادي ضغطوا عليه ضغط رائع على عمر عزب وقدروا يستخلصوا الكرة ويحطها حاتم البحيري. اهو بص الضغط من جيبه
لحاتم البحيري، ضغط وضغط قوي في منطقه قويه جدا باستغلال الخطوط خط النهايه، ما بقاش قادر عمر عزب ان هو يطلع، ما حدش قرب منه، لكن الكره على طول تنتهي الى باسكت. هيثم كمان في كره ثانيه واتخطفت، لكن المباراه ماشيه باسكت هنا باسكت هنا. شوشه شوشه عمل سلميه حلوه قوي، شوشه جوه الباسكت بيشجع نفسه شوشه. احمد اسماعيل بص الرقابه، بص الرقابه ما بين شوشه، قفل له الميدل لعمرو الجندي، قال له خلاص ارجع تاني على التصويب، لكن ادى احمد اسماعيل يدي يجيب اند جول لكن مقفوله. سيف سمير على التصويب ما بتجيش هارد لك يا سيف، يعني هو برضو احد المهارات الهجوميه للاعيب الارتكاز واللعب الانسايد جيم، لكن سيف عنده متميز برضو بالتصويب الثلاثي، او كويس ان اللعيب يبقى متكامل، ده كلام محترم. هيثم كمال عايز يلعب ال1 اون 1 يرتكز، واحده سيمي هوك حلوه قوي. هيثم كمال جوه الباص، بص بقى مين، لان معاه محمد ابو النصر، مش عارف ليه بقى محمد ابو النصر المفروض ان يبقى معاه الفيفو، لكن يحصل على ما يبدو ان حصل سويتشات في المنتمان، ولكن اوت هذه المره على عمرو الجندي، يستدعي هذا الكلام سبستيتيوشن ونزول لأنس أسامة مرة أخرى. هنا غياب النهاردة لمصطفى فودة للإصابة، نتمنى له السلامة. أدي خبطت هنا لكن راح، لما راح يحاول يلحقها بقت على عمرو الجندي. هيثم كمال على التصويب عمل فيك ويدخل واحدة واحدة بإيدين واحدة كده، بيشجع نفسه ويحط كورته هيثم كمال، مما يستدعي التايم اوت لأوجوستي جولبي بوش اللي عايز يوقف التقدم. 6 نقاط هي الماكسيما ديفرنسيا بالأسبانية، أو الماكسيمم ديفرنت بالإنجليزية، أو أكبر فارق وصل له الفريقين حتى الآن في أكبر تقدم، يعني مفيش حد يتقدم على حد أكتر من 6 بونت، 6 بونت هو أكبر فارق حتى الآن. تايم اوت. اوت من الحد النهائي للاهلي بعد الباسكت، وادي نزول مره اخرى الى مايكل تومسون. النهارده جيم رقم 1 من سلسله اللقاءات، سلسله اللقاءات هي 5 لقاءات، من يستطع الفوز ب3 لقاءات هو بطل الدوري السوبر هذا الموسم. تومسون سيف سمير على التصويب 3 بوينت شوت، هي الثانية ما بتجيش هوائية، ما بتلمسش أي حاجة. حاتم البحيري، ميدو طه، هيثم كمال على التصويب اوبن شوت بلا رقابة دفاعية، بيخطئ في التصويب. تومسون مايكل تومسون، إيهاب أمين على التصويب 3 بوينت شوت ما بتجيش أيضا. 5 دقايق 15 ثانية
البحيري، هيثم كمال عايز يلعب ال1 اون 1 لكن يدي البحيري ويطلع سلميه مفيش، واوت على الاهلي. تخبط في الحلقه اذا يجدد زمن الهجمه. نزول لدولة مرة أخرى مكان حاتم البحيري. وادي ميدو طه عمل واحدة حلوة أوي، حلوة أوي، حلوة أوي يا ميدو، مد إيديه فيها أوي عشان يعمل ريفرس لاب في لعبة غير متوقعة لا للمدافعين ولا للمعلق. صراحة أنا ما توقعتش إنه يحطها من هنا. خطأ شخصي على زيرو على دولة يستوجب رميتين حرتين. إيهاب أمين، مروان سرحي، وادي خطأ شخصي على 12 على يوسف شوشة يستدعي أوت من الحد الجانبي. لا أوزن شوية. سيف سمير عمرو الجندي، عمرو الجندي على التصويب 3 بوينت شوت ما بتجيش، وخطأ شخصي على سيف سمير. إذا قدر شوشة يقنع الحكم بإن في دفعة مع البوكسينج أوت تستدعي أوت من الحد النهائي لمصلحة الاتحاد السكندري تحت سلة الاهلي. 4 دقائق و31 ثانية متبقيين من زمن الفترة الثانية. نزول لأحمد مهيب، خطأ شخصي على أحمد إسماعيل مش على سيف سمير، أنا آسف، هما الاثنين عاملين تيل كده فيهم شبه من بعض. ماشي. ميدو طه اليو باس، اوه لكن ما بتجيش، انا اسامه بيضيعها. اليو باس وحلوه قوي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. احمد مهيب بكل رشاقه وشياكه بيعمل واحده من الالعاب اللي بتعجب الجماهير وتعجبني، واحده حلوه جدا عملها ريفرس لاب رائع. وادي انس اسامه بيصوب مفيش، عمر طارق ريباوند 26-20. تومسون إيهاب أمين، شوشة ماسكو، الاثنين كانوا رفقاء في نادي سبورتنج من ناشئين نادي سبورتنج. خطأ شخصي آخر على عمر طارق، أوفنسيف فاول. الاثنين بقول لك من الاثنين دول، بص إيهاب أمين يوسف شوشة كانوا مع الكابتن أحمد مرعي في أول ظهور ليهم في نادي سبورتينج أو نادي اسكندرية الرياضي، ومعهم مهيب بالطبع الجيل الذهبي اللي حقق مع الكابتن مرعي بطولات كتير، عمل التاريخ واسم لنادي سبورتينج مع احترامنا الكامل ليه طبعا. أدي مخالفة المشي بالكورة على هيثم كمان 26-20. مايكل توبس، إيهاب أمين، في خطأ شخصي لمس راسه بعد البلوك، خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. بص نشوف هنا، هنا البلوك ده ما فيهوش حاجة، لمس راسه لمس راسه بكوعه صح، إذا خطأ شخصي سليم، إذا البلوك كان معاه خطأ شخصي. قفشوا فيه أنا بافرلي الحكم البنمي بخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح إيهاب أمين. الرمية الحرة الأولى إيهاب بيسجلها.
والرميه الحره الثانيه بيشيلها ومن حقه، لمست الحلقه من حق اي لاعب ان هو يطلع يشيلها حتى لو داخله، بس ما يحطش بقى ايده جوه الحلقه ويجيبها يعني. ادي دومينيك جونسون في ظهور ليه مره اخرى في نهايه زمن الفتره الثانيه، وادي البيك اند رول حلو قوي والكيك اوت دول على التصويب، بيخفق في التصويب لكن انس اسامه بيجيبها له ثاني ويرجع ثاني بهجمه جديده، لكن بيشوت واو يوسف شحاته من المكان بتاعه المفضل في التصويب، طلع خد 3 بوينت شوت بلا رقابه دفاعيه. تومسون بيعدي ويصوب بثلاثه ومايكل تومسون ايضا ياخد من السكرين اوبن شوت ويصوب، وهو احد ملوك الرميات الثلاثيه واكثر واحد مقتنع مهما انتقد جماهير الاهلي. اوجوستي جولبي بوش مقتنع بيه تماما، يقول لك يؤدي اللي انا طالبه بالظبط، وها هو مايكل تومسون لا يحرج. اوجوستي جولبي بوش، ادي اللعبه الجميله اللي عملها ايهاب احمد مهيب. تايم اوت. انتهى التايم اوت، دقيقتين 21 ثانية، 29-24، جوستي جولبي بوش جابوا أحمد الجرحي ورامي الدياسطي المدربين المساعدين دولا يوسف شحاتة بمرر حلو قوي قوي بوم بوم في أول بوم بوم في اللقاء، بيك أند رول رائع رائع رائع. بص الكلام اتساب انس اسامه خلاص، بوم بوم روعه في اجمل العاب المباراه حتى الان. سرحان ايهاب امين ارتكز وبيطلع حلو قوي 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 لعمر طارق اللي بيترجمها ترجمه حقيقيه ويحط كورته جوه الباسكت. انس دولا بيحجز له بيحجزه تاني ويطلع كيك اوت لبره لجونسون، جونسون على التصويب يا قلبي تصويبه الثلاثيه بكل هدوء من دومينيك جونسون المحترف في صفوف الاتحاد السكندري. ايهاب امين عكسيه حلوه قوي لتومسون وتومسون واحده يا قلبي بيرد على جونسون بواحده 3 بوينت شوت جوه الباسكت، وكل ما يرد عليه قابلها اخطاء شخصيه، بلوك رائع لدولا ينتهي الى مهيب لهبة مين اللي بيخترق ويطلع لبره لمروان سرحان اللي يلعب لجونسون واحده اخرى يا قلبي لا 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 المباراه في ثوانيها او دقيقتين الاخرانيين بدات تاخد 3 بوينت شوت ويضيق الفرق الاهلي باثنين لتومسون. مايكل تومسون رد بواحدة على جونسون لكن الثانية هي المميزة ليه، ادي اللي رد عليها بتاعت جونسون ويستدعي هذا الكلام تايم اوت من رول. Because there is no pressure. This pass is very straight. We are without the position. We can deliver here.
clear for the extra pass, we have to run. So هذه الماسوره الرئيسيه الكابتن الاستاذ عمرو فاروق العمري فاروق، وبجانبه على شماله او على يساره الكابتن محمد مصلحي استاذ عمرو فاروق نائب رئيس الاهلي بالطبع، استاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد بالطبع ولاعب كره السله السابق. ودي واحدة تانية اهي دخل، واو نفس اللعبة كلاكيت تاني مرة لما لقى انس الطريق مفتوح كل رشاقة وشياكة يحط واحدة بوم بوم اخرى في هذا اللقاء. تومسون 35-32 عمرو زهران، عمرو زهران طالع يحط ليب ما فيش يلم اوه ما شافش، اتخطفت الكرة ما شافش دومينيك جونسون، كان فاكر الطريق مفتوح لكن لا الإشارة حمراء من الأهلي. وادي تمرير عط تصويب مهيب مهيب ما بتجيش، وتومسون لازم يصوب لازم يصوب، واو تصويب عليها بروعة من تومسون اللي لم كرته مع آخر ثانية، أعتقد لازم يبقى فيه ثانية على الأقل، له رمية حرة يستطيع انه يسجل بيها تعادل. ادي التصويبة اللي ما جاتش لكن ما كانش فيه متابعة دفاعية، كله جري قبل الوصول وخطأ شخصي على انس اسامة. 34-35 جماهير الاهلي الان تتغنى بمايكل تومسون احد نجوم اللقاء حتى الان كل صراحة. الرمية الحرة الإضافية بيسجلها، هتبقى ثانية خلاص اهي، لا دي أكتر من ثانية، إذا بيصوب ينتهي زمن النصف الأول من المباراة بالتعادل لتعود المباراة إلى نقطة البداية. المباراة مثيرة حماسية للغاية، انتهت بنتيجة 35-35، لكن اليوم لا أستطيع القول اذهبوا بعيدا لأنه يجب ألا تذهبوا بعيدا حيث الاستوديو التحليلي مع الزميل محمد يوسف وضيفيه الكريمين الكابتن زاهر عبد الباسط والكابتن هاني عبد المنعم موسى. الزميل محمد يوسف إليه الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أعزائنا المشاهدين وأشكر الزملاء محمد يوسف وهاني عبد المنعم وزاهر عبد الباسط، قالوا كلام محترم في المستوى الفني للمباراة. مرة أخرى أعود إليكم لأنقل لكم الوصف التفصيلي مع ترك التحليل الفني لكابتن زاهر والكابتن هاني. مايكل تومسون نجم الفترة الأولى بلا منازع، تصويبه بوكسنج أوت رائع من أنس أسامة. تعال نشوف أي لقطات فنية. 35-35
ادي بيطلع لبره لهيثم كمال بيزوق الانس اسامه عايز يلعب ال1 1 واو بوم بوم واحده من انس اسامه جيف اند جو لهيثم كمال وسط العمالقه تنتهي الى تانك سلام دانك دومينيك جونسون بيتزنق عند خط الاوت خلي بالك باك زون وادي واحده ثانيه لانس هيطلع لبره يطلع لبره لجونسون على التصويب ولكن يوجد خطا شخصي يستدعي ثلاث رميات حره على ايهاب امين دومينيك جونسون الرمية الحرة الأولى الرمية الحرة الأولى بيضيعها في أسهل مهارة تؤدى بلا دفاع وبلا رقابة دفاعية بل مهارة تستدعي فقط تظبيط الناشنكهات الرمية الحرة الثانية بيسجلها والرمية الحرة الثالثة بيضيعها يلم عامر زهران في متابعة دفاعية يدي إيهاب أمين مع دولا حلوة أوي التمريرة يا إيهاب حلوة أوي أسيست رائع ولا أروع وترجمة حقيقية لعمر طارق جوه الباسكت يدي أنس أسامة ودومينيك باس كويك باس وادي الاكسترا باس على التصويب ما جاتش بيصوب ما فيش يوسف شحاته خدها بسرعه من المكان بتاعه كان واقف فيه مايكل تومسون مروان سرحان تومسون ايهاب امين معاه رقابه لصيقه من يوسف شحاته لكن ايهاب امين بيتخلص واحده ستيب باك ويخلص الكرة بميديم شوت روعة بص هو فين والمان بتاعه فين يوسف شحاتة تخلص منه بواحدة ستيب باك حلوة يعود التقدم يعود التقدم للأهلي 39-38 في شد كده وجذب ما بين دومينيك جونسون وعمر زهران نشوف في دفعة ماشي هيثم كمال ضغط عليه هيثم كمال لوحده على التصويب 3 بوينت شوت ما بتجيش بعيدة المدى الريباوند لإيهاب أمين متابعة دفاعية عمرو زهران بيخلص كورته صح ويدي لمروان سرحان اوبن شوت بلا رقابه دفاعيه ولا لا مروان سرحان بيعمل واحده واحد المهارات للجردات ولكنه لاعب في بوزيشن رقم اربعه بيتميز بيها بصراحه مروان سرحان وادي واحده دنك بوم بوم روعه في ثالث دنك لانس اسامه بلا رقابه دفاعيه 42-40 المباراه تزداد بعض الشيء اثاره والعاب جميله ولكن هل ترقى الى بلوك رائع من انس اسامه وكان معاه كمان دولا بص ضاغط دولا عليه ازاي طالع وكمان وراء انس اسامه رايح له وبلوك رائع بلا اخطاء شخصيه من انس اسامه الى ايهاب امين اوت تستدعي اوت من الحد النهائي تحت سله الاتحاد عمر طارق تومسون بيديله بيك اند رول حلوه قوي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر اول مره اشوفك تعمل واحده زي كده حلوه باك ديفت رائع رائع تحرك ولا اروع ارتكز بكل رشاقه
عمر طارق ويحط كرته جوه الباسكت. تصويبه ثانيه ليوسف شحاته ما بتجيش. 44-40. تومسون بيطلع يدي عمرو زهران، يدخل معاه لكن خطا شخصي لصالح عمرو زهران، يستوجب رميتين حرتين. بص هنا داخل، وادي خطا شخصي على، بص دي، بص بقى عمر طارق دي يا حبيبي على الارتكاز، يا حبيبي على الارتكاز. ود واحده كده انكل بريك، بريك لانس اسامه. بص بص تعالى هتبان من هنا، بص هنا انس اسامه راح معاه زحلق في واحده من الالعاب الرائعه الرائعه لعمر طارق جوه الباص. عمرو زهران بيسجل الرميه الحره الاولى ويعزز التقدم 45-40. والرميه الحره الثانيه بيجليها، لكن يوسف شوشه ريباوند، متابعه دفاعيه، في قرار في قرار في قرار، بوشنج اتزحلق، ماشي اتزحلق عليه عمرو زهران. بص هنا اتزحلق اتزحلق. عمرو زهران لما اتزحلق حب ياخد رجله كده في سنه تهيألي يعني. دولا جونسون معاه بالميس ماتش. بص انس اسامه ماسكه هناك عمرو زهران، رجع مروان سرحان ورا الانس وراح قال له سيبني انا امسك الراجل اللي قدام هيثم كمال. ايهاب امين، ايهاب امين، وادي خطا شخصي على دولا، خطا شخصي على دولا، يستوجب اوت من الحد. بس اللقطه اللي حصلت دي خدت بالك منها؟ بص هنا فاول، تومسون ايهاب ده عمل تراب على الستار ومررها له، مرر لتومسون، بقى في واحد فاضي لازم يحصل روتيشن. ومروان يا مروان، مروان سرحان بعمل واحده ليصبح احد ملوك الرميات الثلاثيه، لما لا ولما لا، وهو مروان سرحان لما كان لاعب في سموحه كان احد ملوك الرميات الثلاثيه. قلت لك لما حصل التراب ما حصلش روتيشن او الروتيشن. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. طيب خلينا نشوف، ادي مشاورات ما بين المطراوي وهنريك رول وهيثم كمال قبل الدخول للتايم اوت. 48-40 هو اكبر فارق وصل له النادي الاهلي في لقاء النهارده مع الاتحاد. زي ما قلنا الماكسيما ديفرنس هي للاتحاد كانت 6 نقاط او 8 نقاط، كمان الاهلي وصل الى 8 نقاط. انتهى التايم اوت. دومينيك جونسون يتقمص دور صانع اللعب ويدي واحده لانس اسامه. جونسون شوشه وادي يعمل واحده خطفيه ما بتجيش، والريباوند متابعه دفاعيه زقها لعمر طارق تمام. ايهاب امين يقول له تي شيرت
التكتيك تي شيرت. انا موافق. ايهاب امين بيدي ايهاب امين لعمر طارق، وادى الكرة على طول لتومسون وهو اللي بيلم كرته تاني في غياب الرقابة الدفاعية او المتابعة الدفاعية من فريق الاتحاد. وادي تومسون معدي وتصويب. بقول لك تومسون نجم الاهلي النهارده، نجم الاهلي النهارده مايكل تومسون صراحة، لقاء ولا اروع. وادي دولا بيصوب بثلاث. دولا بيعمل تصويبه الثلاثيه بعد ما خد الستيب باك وداي الفريق الى 7 نقاط مره اخرى. مايكل تومسون 4 دقائق 10 ثواني. وادي خطا شخصي على عمر طارق، خلي بالك ممكن يبقى فيه ترابل فاول لعمر طارق، مش اقل من 3 اخطاء شخصيه على ما يبدو. هنشوف نزول لميدو طه مكان دومينيك جونسون. دولا بيبو يلعب مع انس، انس عايز يلعب الوان وان، بيلف لها مقفوله وهو حط كورته. خلي بالك يا مروان، لان لو في سيميوليشن بتكنيكال فاول. ايهاب امين ماسكو ميدو طه. بص بص في تحت الباسكت ايه ما بين ابو العيلة بيبو وما بين عمر طارق وما بين انس اسامة، لكن عفوا ابو العيلة وعمر طارق. دولا، ولكن يوجد خطأ شخص، كان في صراع عمالقة مين ياخد بوزيشن على التاني تحت الباسكت. خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين، اذا يوجد 4 اخطاء شخصية على الاهلي. في بادي كونتاكت هنا، في خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح احمد عادل عبد الهادي. دولا الرميه الحره الاولى بيسجلها. والرميه الحره الثانيه بيضيعها، في ضياع للرميات الحره بطريقه غريبه النهارده لكلا الفريقين، مش دولا بس يعني. مروان سرحان، ايهاب امين، ادي الانسايد جيم. عمرو زهران يا حبيبي على التمرير، يا ولد يا ولد يا ولد، ليه بقول لك يا ولد؟ الفيك اللي عمله مروان بعينيه وخد ريبلايه خلى في عدم اتزان دفاعي لفريق الاتحاد السكندري او لمدافع الاتحاد السكندري. بيبو وادي كرة مشتركة طلع بيها تاني، وخطأ شخصي على عمرو زهران يستوجب رميتين حرتين. أي خطأ شخصي على الأهلي يستوجب رميتين حرتين. الرمية الحرة الأولى ميدو طه بيسجلها. ميدو طه 52-47 ودقيقتين و47 ثانية. وبيسجل الرمية الحرة الثانية. وادي مان تو مان بريس فول كورت شغال عليه لسه فريق الاتحاد السكندري، ولازم يطلع قبل ال8 ثواني. ادي الرقابة مايكل تومسون، وادي بيخرج معاه دولا من الستار. وخطأ شخصي على دولا، اعتقد دولا برضو هيبقى عنده ترابل فاول. خطأ شخصي يستوجب اوت من الحد الجانبي. لسه الاتحاد السكندري لم يرتكب 4 اخطاء شخصية. ادي مروان سرحان على التصويب.
لا 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 مروان سرحان ايضا يؤدي بصوره رائعه. تصويبات بيلعب بمزاج عالي. ميدو طه بيبو بيحاول يلعب ال1 اون 1 ولكن داخل السياره تتلم ديفنسيف ريباوند. ايهاب امين كيك اوت لا تومسون. عمرو زهران غير ارتجاع حلو قوي وكيك اوت لمروو. ادي خروج لدولا على ما يبدو في عنده ترابل فاول. خمسة وخمسين 48 دومينيك انس عايز يلعب الوان وان مع مروان وحط كورته وهو اللي بيحط كورته فوق وهو اللي لم اوفنسيف ريباوند والحيازه التبادليه هذه المره. وادي كرة ووادي سلمية مفيش بيطلع يلم من أعلى نقطة محمد أبو النصر. وادي الحيازة التبادلية مفيش حيازة تبادلية هذه المرة. عمرو زهران بيدخل يلعب بطريقة فردية لكن يلاقي الطريق مفول. أحمد إسماعيل بيصوب بثلاثة مفيش. تأتي المتابعة هجومية مرة أخرى. تومسون بيغير اتجاهاته ويطلع لمروان سرحان ما بتجيش تنتهي الى ميدو طه في متابعه دفاعيه. وادي جونسون بيدي لانس اسامه يرتكس حلو قوي انس اسامه وهو اللي بيحاول يجيب كورته تاني. انس اسامه بيقول له اقطع معايا. الحكام اللمسه فهو بيقول له اقطع ما تسيبنيش العب لوحدي. مايكل تومسون وادي على التصويب ما فيش بيلم على اسامه ويعدي ويدي ميدو طه وغير اتجاهاته حلو. ميدو طه ويطلع لبيبو لميدو طه تاني يستلمها يعني كان لازم ياخدها على التصويب على طول لكن استلمها بطريقه فوقعت الدريبلاي منه خلصت الشوطه. ادي انس اسامه كيك اوت لبره الاكسترا باس على التصويب. بيبو بيعمل واحده من مهارات لعيب الارتكاز الجردات والكره بتتخطف تاني. وادي ليب رائع جوه الباسكت جوه الباسكت في كوره بتتحسب جوه الباسكت عشان ياخدها بتتقطع منه بغرابه شديده ترد للاتحاد السكندري بسلميه لانس اسامه يحط سلميه في الاخر عشان يحط واحده تضيق الفريق لباسكت واحد فقط. بص الكوره ادي دي واحده كيك اوت وادي الاكسترا باس على التصويب ابو العيله جوه الباسكت. بص الكوره بقى ردت ازاي. خمس نقاط في ثواني عملهم الاتحاد السكندري. ده اكيد صوت اوجوستي جولبي بوش. عيب. That's my mistake.
We got to get the rebound. Then we got to move. Okay, got to move. Okay. Well, hey, hey, we need to fall. We don't need to fall in foul trouble early, huh? Sorry, yeah, be smart, huh? Please, defense yeah. without fouls, huh? They look defense the without fouls. Yeah. You got to take these shots. It's a good shot in the second half. But let's go with the down. Okay, this is clear for after being down. This is clear for Ismael good. If not, we play a handoff, we would play the bigger. But the key is that we keep playing solid defense at the ground. Solid defense at the ground. Everybody must be involved. And if we get a jump ball, it's good. Okay, next ball will be for us. Now it's our ball. Okay? Remember, team 3 rebound. Yeah, اثنين ثلاثة الكورة بتروح بعيد الكورة بتروح بعيد انتهت الراحة المقررة فيما بين الفترة الثالثة والرابعة أعزائنا المشاهدين مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان شفنا كلام أوغوستي وزعيقه للاعبين وبعدين قال لهم ماشي اتس ماي ميستيك خلاص خد الزيايه بتاعته تمام واللعيبه فوقت وقال لهم ماشي وبعدين اتكلم في هدوء الباسكت دي تبقى عامل نفسي او بيحاول يشحذ همم اللاعبين ثم شفنا على الجانب الاخر هنري كرول بيتكلم ثم المطراوي بيتكلم مع اللعيبه وقال لهم مفيش داعي نعمل الاربعه فاول بدري بس مش عارف كان ليه بيقول لهم بالانجليزي رغم مطراوي مصري واللعيبه مصريين بنعاكس المطراوي شويه ابو النصر نزول مايكل تومسون 55 53 الجميل هي الروح الرياضيه فيما بين الفريقين ونتمناها ايضا فيما بين الجماهير واحدة من ألعاب الارتكاز لأحمد إسماعيل لكن الفينش مش مظبوط باسكت واحد هو الفارق المباراة قلت لك مش هتخلص إلا في الآخر بيدي بيبو وادي بيطلع لأنس أسامة جوه الباسكت في تمريرة وأسيست رائع من بيبو لأنس وأنس بيحطها بإيديه الشمال جوه الباسكت تعود المباراة إلى نقطة البداية احمد مهيب لكن ما شفناش تغيير في التكتيك الدفاعي لفريق الاتحاد السكندري الا المانتومان الا ربما شويه كان في تراب في لعبه كده في السكرين بول وادي خدها واحده تاكلينج بلغه كره القدم برجله ده غير مسموح به فيجدد زمن الهجمه الاربع اهي بص الكره شكله بيلعب كرة قدم بيه بره. وادي مخالفة المشي بالكرة على محمد أبو النصر. بص بقى الكلام الجميل النهارده اللي نتمناه في اللقاءات اللي بعد كده عشان تبقى دروس مستفادة. لا تعليق ولا اعتراضات لا من اللعيبة ولا من المدربين ولا أي حاجة حتى اللقطة دي هو بيضحك معاه. يعني بيقول له يعني في لا ده بيضحك معاه. بيبو. بيك اند رول وطلع حط واحده ميديم شوت مفيش والمتابعه دفاعيه عن طريق احمد اسماعيل مروان سرحان متالق في الفتره الرابعه بسم الله ما شاء الله عدى يعني عامل جيم كويس وادي واحده من سكرين واحده والثانيه مروان سرحان على التصويب بقول لك عامل جيم كويس لكن بيخفق في هذه التصويبه مفيش مشكله ده لا يؤثر انه عامل جيم كويس حق يقال ادي ميدو طه جونسون ميدو ميدو طه بص بيغير اتجاهاته حلو قوي ويطلع متوسطه المدى وحشه قوي ايه دول يعني طلع بشكل حلو غير اتجاهاته كروس اوفر حلو طالع جامب شوت شكله حلو وشيك الفينش بقى مش مظبوط لا ضيع جمال اللعبه بيعدي بسكرين واحدة والتانية ولكن عمل له في عمل له فيها هيلب اند ريكفر بيقول له خد انت بتديني انا ليه ما تدي دومينيك اهو بيطلع بالملعب انس اسامة يعني
ادي بغارت جا حلو قوي وتمريره كروس باس. واو وادي شوشة بيعمل واحدة 3 بوينت شوت روعة جوه الباسكت في اول تصويبة لشوشة بتهيئي. اذا كنتوا انتوا حاسبين قولولي 3 بوينت شوت يعود بالتقدم للاتحاد السكندري. وادي ليب. اوه ايه ده ايه ده ايه ده، كمية البلوكات دي عايزة لها اعادة لوحدها وعايزة لها اهات لوحدها. واحدة خدها ابو النصر من فوق من اعلى نقطة لكن بيرد بثري بوينت شوت ما بتجيش. هيشوط تاني؟ لا مش هيشوط تاني، برضه داخل مش ممكن. خدها بقى دبل كيك. لا اوت على الاهلي. ابو النصر خد واحدة. يا عيني راحت مردودة لاحمد اسماعيل. بص الاعادات ادي دي هتبقى اول واحدة. بص خد دي اول واحده من فوق قوي جايبينها له من فوق. لم مروان سرحان قال لك انا اطول منه راح واخد الثانيه. يا عيني. من انس برضه راح ردد بتصويبه الثلاثيه، هو لسه بيفكر في البلوك ما بتجيش وهو احد ملوك الرمان الثلاثيه. في دي قال لك خلاص بقى كفايه شد انا لسه مش جايبه اثنين واخد راح واخد البلوك الثالث وراح عامل واحده دبل كيك. انا بشرح لك العوامل النفسيه اللي بيمر بيها اللعيب في تحركاته في هذه الهجمة وشعوره ايه؟ ده شعور اللاعب. تايم اوت. From dropping this way? Yeah, stay drop it stay low. Okay. Okay. Only that green. Right. So we're playing flat five right now. We let DJ take the ball if we can. Okay. If you're in it, doesn't matter. It's the same. If we have a set, if I'm in there, can we play like the C? Yeah, that's what we're doing easy. Right now. This is what we're doing. We're playing C, which is a catch-up game, right? A high screen. It's like a flat, right? He's setting the screen high, so we can penetrate. Okay. Keep going. Six minutes. If we need a set offense, we're going four down again. Okay. We need a set offense. Defense. Defense. انتهى التايم اوت. 6 دقائق 53 ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة. المباراة باسكت هنا باسكت هنا، كلا الفريقين يتبادل التقدم. بدأت ترتقي بعض الشيء ويخش جوه الجيم ان تبقى اعلى شوية من المستوى الفني. مهيب دفاع رائع. بص بتراب راحت لأنس. ليب رائع جوه الباسكت، يتميز بالليب أنس. أسامة واللعب من على الهاي بوست لساعات في الخروج من الملعب. كان في مقارنه بينهم ما بين كابتن زاهر وكابتن هاني على لعيب الارتكاز مين اقوى، هم يحللوا لنا بعد المباراه مين لعب افضل في لعيب الارتكاز، لان كنت شايف كده ان في معركه فنيه بينهم في الاستوديو التحليلي. لا الارتكاز ده احسن، لا الارتكاز ده اقوى. خلي بالك المباراه ارتكازاتها ايه. ان سبورتس مان لايك فاول، خطا سلوك غير رياضي. صراع العمالقة. ادي بقول لك عشان كده بقول لك كان في بقى لازم يحللوا لنا مين كان كلامه صح. هل قوة لعيب السنتر تحت الباسكت انس اسامة بيبو هيثم كمال من ناحية، ولا زي ما قال هاني عمر طارق احمد اسماعيل سيف سمير؟ كيف كان تحليلهم قبل اللقاء ثم تحليلهم بعد اللقاء لمين كان مؤثر اقوى and more effective during the game يعني؟ اكيد حد بيقول لي ده انت كابتن وليد بتكلمنا بالانجليزي ليه، بتقلد ده المطراوي؟ اقول لك شويه. خلي الجماهير كده تبقى هاديه وهي بتتفرج على الجيم تستمتع باللقاء. فخلينا ناخد الجيم نستمتع بيه. طبعا كنا نتمنى وجود جماهيري لكن النهارده الصاله لعدم وجود فواصل بين الجماهير، الصاله كلها لفه على بعض رغم ان جماهير الاهلي والاتحاد طبعا دائما حبايب يعني. وادي اي ار اس، يبقى في اي ار اس. اسلام وحيد، اسلام وحيد على اي ار اس النهارده.
بيعيد اللعبة. اعتقد دي اعادتنا احنا اون تايم سبورتس، لكن مش اعادة الاي ار اس. مع ان في كاميرا هناك قريبة منهم، ممكن تخش على الاي ار اس تتفرج يعني. هو يعني حط ايديه عليه بيبو، هنشوف الحكم قراره ايه. على فكرة الاي ار اس ممكن الحكم يشوف، والكل مدير فني تبعا لتعديلات اكتوبر، طالما الحديث جه بقى تبعا لتعديلات اكتوبر ليه تشالنج. يعني ممكن مدرب هنري كرول الاتحاد يقول تشالنج ان سبورت تستدعي رميتين وحيازه، ده القرار. ممكن اوجوستي جول بوش يقول تشالنج، يروح شراح وشايفين في الاي ار اس ويشوفوا القرار صح ولا غلط، ليه تحدي واحد في المباراه تبعا لقوانين الفيبا واللوائح المصريه، ليه تحدي واحد في المباراه يطلب يقول له انا عايزك تروح تشوف الاي ار اس. طيب لو التشالنج ده طلع كلام المدرب صح، ولو طلع كلام المدرب غلط. لو طلع كلام المدرب صح، لو طلع الاول كلام المدرب غلط، خلاص الواحد بتاعه راح، التشالنج بتاعه راح. طب لو طلع صح برضه التشالنج بتاعه راح، ما فيش تغيير. القانون الاسباني بيدي 2 تشالنج لكل مدرب، ولو المدرب طلع كلامه صح يتبقى له التشالنج. وبنشوف الكلام ده طبعا عبر اون تايم سبورتس للدوري الاسباني، وبنشرحه لكم طبعا. خد واحده دومينيك حلوه كده، لكن رجع له تاني مهيب، وادي بيمسح ايده في الارض عشان ما تتزحلقش. تولع اللي نزل مره اخرى، انس اسامه عايز يلعب مع مروان سرحان، انس اسامه بيرتكز ويطلع ويخرج بره لاحمد مهيب رغم انه لابس الاحمر. مهيب على التصويب، تصويبة 3 بوينت شوت ما بتجيب، تنتهي بمتابعة دفاعية لدومينيك جونسون اللي بيتقمص دور صانع لعب. لا وليه موجود دولة في الملعب، بيغير اتجاهاته ويطلع يدي ابو العلق ويطلع يعمل خطافية، بياخد بلوك حلو قوي. وادي على التصويب 3 بوينت شوت ما بتجيش، وبترد تاني المتابعة الدفاعية. ايهاب امين بيخرج الكرة لابو النصر اللي بيرجعها له تاني. ادي الشوشه خبط في سكرين وكره سليمه ما فيهاش اي حاجه، هو كانش واخد باله من السكرين. تصويبه ما بتجيش من ايهاب امين، ترد الدوله متابعه دفاعيه. 4 دقايق 55 ثانيه، الثلاث نقاط ما زالوا هم خطا شخصي ولا حسبها؟ لا مش خطا شخصي، ده اللي في رجله ما خدتش بالي، معلش. في رجله يعني اهي برضو واحده تاكل كده، جون هاند بول. ايهاب امين ايده ورجل تمام النهارده، بيتقمص دور جون الهاند بول، ينفع حارس مرمى. اوت يستدعي اعاده لزمن الهجمه، لو فوق ال 14 ثانيه تبقى هي زي ما هي، لو تحت ال 14 ثانيه تطلع على 14 ثانيه، دي اللي هي اسمها اعاده لزمن الهجمه. دولا بيصوب تصويبه وحشه قوي. 60-57 الاتحاد ليدنج، لكن المباراه لا تزال في الملعب عزيزي المشاهد. ايهاب امين، عمر طارق يا سلام يا عمر، احد العاب الارتكاز الرائعه، دخل بانس تحت وعمل الهوك شوت والخطافيه جوه الباسكت كأحد المهارات الهجوميه للاعب الارتكاز. شوشه داخل بيطلع لبره، فاول على الشوشه، خد بايده وحط ايده ورا ظهر المدافع، كلام محترم اهو، بص بيشرح لك الفاول، كلام محترم جدا. ستين 59 مروان سرحان، ايهاب امين داخل من شوشه ويعمل خطافيه لكنه سياره تطلع اوت، لكن ما لمستش الحلقه. خلي بالك زمن ال 14 ثانيه ماشي، بص باقي 10 ثواني من زمن الهجمه، تحت اهي، تحت اهي هناك اللوحه دي اللي تحت دي، 10 ثواني اللي تحت شعار الاتحاد المصري. تومسون، ايهاب امين
ثلاث ثواني باقيين لازم يصوب بيصوب تصويبه قيمه تعود بالتقدم الى الاهلي 62-60 في اخر زمن ال 24 ثانيه. ادي انس اسامه ماسكه، بص دومينيك تومسون ماسك ازاي، وادي بيطلع لبيبو وبيبو على التصويب كلاكيت تاني مره، لكن اوه خطا شخصي على مروان سرحان، حسبه خطا شخصي على مروان سرحان لان اتحرك من الموفينج بوكسنج اوت. يجدد زمن الهجمه باوت ب 14 ثانيه. بص التصويبه، بص بقى البوكسنج اوت ماسكه في انس، بص ماسكه مش مخليه يعدي حاجزه بايديه زي بتاعه شوشه كده. انس اسامه لفه اوه يا عيني يا بلوك ولا اروع من عمر طارق لانس اسامه. صراع العمالقه تحت الباسكت. هيبقى السؤال المرجح لمحمد يوسف بعد التحليل، كيف كان دور لعيب الارتكاز لهاني عبد المنعم وزاهر عبد الباسط، كيف رايتموه بعد اللقاء؟ ولكن بص شوف مايكل تومسون بيعمل ايه. مايكل تومسون واحده 3 بوينت شوت اخرى تعود بالتقدم وتعززه للاهلي الى 65-60. ادي انس اسامه بيخرج وادي البيك اند رول، راح مقفوله بيطلع لبره وووو باك زون. هي هي خلي بالك تلحقها توديها لحد من الاخر. باك زون ضغط دفاعي رائع عمله الاهلي في اخر ثلاث دقائق او اخر دقيقتين. هل يترنح الاتحاد السكندري معنويا بعد هذا التقدم بعد ان كان متقدما بالثلاث نقاط؟ رصيده متوقف عند 60 من 60 57، اذا 8 0 رن لم يسجل فيهم الاتحاد اي نقطه، 8 نقاط متتاليه الى الاهلي. 8 0 رن معناها كده 8 نقاط متتاليه للاهلي. ادي هبه مين مخالفه المشي بالكره، مخالفة المشي. وخلي بالك هنا ايهاب وقع، لازم حد بس يمسح الارضيه، ايوه لان ممكن لعيب يتزحلق عليها ورا، حد يمسح الارضيه. مارشيه صح، مخالفة المشي بالكره بس الزحلقه دي والعرق لازم حد يمسح الارضيه. خلي بالك حرصا على سلامه كل اللاعبين بالطبع. دومينيك جونسون خطأ شخصي على عمر طارق، خطأ شخصي على عمر طارق. أشوف الأخطاء الشخصية قد إيه، دقيقتين 14 ثانية، خمس نقاط هي الفارق ولا حسبه على عمرو زهران؟ هنشوف. أعتقد حسبه زعلان عمر طارق على عمرو. بص الرقابة، بص السويتش. ادي هيثم كمال على التصويب، يدي انس اسامة تاني بيقول له العب انت 1-1. وادي واحدة كده ما بتجيش رقابة دفاعية عاملها، ومخالفة ال 24 ثانية. الاهلي بيلعب دفاع حديدي في هذه الدقائق، من اول 60 57 عامل دفاع حديدي، وفريق الاتحاد السكندري يفشل في الاختراق او عمل لعبة او السيت بلاي او تاكتيك معين. تومسون عدى تومسون وبيدي لمروان سرحان، عمرو زهران طلع من السكرين، وادي خطا شخصي اعتقد على عمر طارق، اعتقد على عمر طارق من الموفينج سكرين تاني. كام خطا شخصي على عمر طارق؟ انا مش شايف في مش سكرين صح، لكن ماشي. كام خطا شخصي؟ اعتقد ثلاثة او اربعة، ده مش اقل. دومينيك جونسون لكن برضه سايبه اعتقد اوجستي جولبي، لان خلاص فاضل فيه 34 ثانية. حتى لو استنفذ محفظتي من الاخطاء الشخصية ماشي. بص الرقابة، بص السويتشات، ادي دفع ودخل وحط كورته انس اسامة في اول نقطتين منذ زمن. 62-65 دقيقة 17 ثانية. تومسون، إيهاب أمين، إيهاب أمين
ما عداش وادي تومسون بيعدي على التصويب تومسون. المتابعه هجوميه تفرق جدا مع الاهلي هذه المتابعه. وادي مروان ايهاب امين انسايد جيم وخدها حلو قوي وجوه الباسكت وواخد بوزيشن رائع على انس اسامه عمر طارق. بقول لك هيبقى في حوار على التكتيك داخل بمحاوله فرديه ويطلع لبره الثاني البوله بيصوب ولكن خطا شخصي على تكنيكال فاول على دوله ولا على دوله فاول. هنشوف القرار ايه. تعال نشوف الاعاده. نزل برجله عليه اعتقد بتبقى فاول على دوله او تكنيكال فاول. ايوه عايزين نشوف الوقعه دي برضو ايه اللي حصل. ما خدناش بالنا. معلش اعاده مره اخرى. خلصنا من وقعه دوله. نشوف وقعه انس وقع ليه. ايوه هنا ادي التصويبه. لا ما شفناهاش برضو من هنا. هنشوف القرار ايه. لكن في التايم اوت دي لو سمحت عيد لي اللعبه دي من الزاويه اللي جت منها. نشوف هو بس انس اسامه وقع ليه. هل هيدي سيميوليشن؟ لا ما فيهاش اي حاجه. فهو بص الحكم بينبه عليه بيقول له ممكن يبقى سيميوليشن. Penetrate, find someone on the outside, وقع لعدم اتزان وبس اثناء الريباوند. ولكن هنا خطا شخصي على دوله ان نزل برجله مش سيميوليشن او حاجه. لا مش تكنيكال فاول حسب اوفنسيف فاول. 40 ثانيه وادي الرقابه وقدر يقطع الكوره. وادي بوشين وخطا شخصي. ولا حسب ايه انا مش عارف. يجدد زمن الكره في حيازه الاهلي. هو حسب لا حسب فاول على الاهلي. يبقى في دفعه كانت للشوشه وهو بيلحق الكره. يعني ده القرار المنطقي. انا اسامه باكسي خطا ساذج متسرع ينقص التركيز من انس اسامه. تيرن اوفر. الكره كانت في عز التعاد. ما استناش دوله وهو يعدي نص الملعب فارتكبت مخالفه الباك زون. الرجوع الى المنطقه الخلفيه. ايهاب امين وادي عمر طارق وادي خطا شخصي على الدومينيك. يستدعي اوتسايد. في دفعه بايديه. تومسون ايهاب امين. مش ممكن. 3 اوفنسيف فاول النهارده على عمر طارق اثناء الستار. 3 يعني مش اقل من 3 يعني اتحسب عمر طارق اهي. يعني بيقول لهم اعمل ايه سكرين ازاي. ادي الكوره اتحرك في السكرين بينها دوله خد الخطا الشخصي. تستدعي اوت الاوفنسيف فاول لا يوجد به 4 اخطاء شخصيه. هذا اللقاء هو اللقاء رقم 1.
بكرة إن شاء الله السابعة مساء عبر أون تايم سبورتس اللقاء رقم 2 لنفس الفريقين السابعة مساء. تغيير تم خلاص جونسون 5 نقاط أمر صعب لكن مش مستحيل. أنا بقول لكم النواحي الفنية أدي دولة داخل بيطلع لبرة بكرة مقطوعة بديفنسات رائعة أعتقد تنهي المباراة كلينيكيا لكن هنا رجع يقطعها بتبقى أوت على الاتحاد. لا أعتقد بيصعب المهمة أكتر لأن كرة مقطوعة في باك زون 2 تيرن أوفر على فريق الاتحاد السكندري فرقت في الآخر معاه هتفرق معاه وأكيد هيكون ليهم جانب من الحديث ما بين هاني وزاهر مع محمد يوسف. تايم أوت هاتان اللقطتان اللي انا بقول لك عليه. هو بيقول له افتر تشيك اوتسايد هيتشيك الاوتسايد بيقول له طب خلي بالك عشان لو عليا انا بكنسل التايم اوت خلي بالك. وجوستي قال له كده يعني لو هي الاوت للاتحاد يبقى انا لغيت التايم اوت بتاعي انا فاكر ان الكرة ليا وده كلام محترم جدا مركز تماما في هذه اللعبة لانه بيقول له تشيك هيبقى فيه تشيك IRS. لو تجي لنا الكاميرا كده على الحكام هنشوف IRS وهو بيتكلم طبعا كلام دلوقتي مسموح بيه لان اللعيبة داخل الملعب ده كلام تمام. لا تجي لنا IRS الناحية التانية نشوف الكاميرا الناحية التانية ال IRS واسلام وحيد يبقى لو الحكام بتشوفوا يبقى احنا تحليلاتنا مظبوطه او لقطتنا مظبوطه في هذا الكلام. بالفعل IRS شكرا مخرجنا النهارده بيشوف الاوت على مين. هل ده من حكام اللقاء IRS ولا تشالنج من المدير الفني؟ يعني لازم بيبقى المدير الفني يعمل إشارة الشاشة يعني بص الأوت. خلي بالك لو هنا في كاميرا بقى تلقط لنا من اللحظة دي المدير الفني هنري كرول بيطلب يعمل زي الشاشة كده زي إشارة VAR في كرة القدم. الإشارة دي بتاعت الحكم هي دي إشارة IRS أو دي إشارة التشالنج أو التحدي إن أنا بتحدى إن الكرة دي أوت ليا. ماشي هنا دي الإعادة نشوف الإعادة إيه ده فيها كلام. إذا كان في الإعادة فيها كلام الله يكون في عون الحكام إنه ياخدها في فيمتو ثانية. يعني بص فايدة الإعادات إيه كان إحنا عمالين نركز ونوقف ومش عارفين. هو هن طبعا هنا دومينيك جونسون لمسها لكن هل هي آخر لمسة لإيد أبو النصر؟ أنا مش شايف من هنا تبان. وارد كل شيء وارد حتى الحكام واقفين بص قد ايه خلي بالك حتى يصل الى القرار السليم والدقيق ودي ميزه IRS. الأهلي سيسافر يوم 18 مايو إلى كيغالي رواندا للعب الفاينال جيمز في بطولة أفريقيا البال أو البي إي إل باسكتبول أفرو ليج. سيلاقي رجل رواندي ثالث المجموعة مجموعة الصحراء في لقاء هو لقاء الكوارتر فاينال. نتمنى له المكسب على صاحب الملعب عشان يصعد إلى السيمي فاينال. هنا الكرة تبقى للأهلي طالما قال له روح للتايم اوت
مهيب قال تايم اوت يبقى الكره للاهلي، يبقى الكره اوت على دومينيك جونسون. هذا هو قرار الحكم بعد الاي ار اس انستنت ريبلاي سيستم. We know offensive fouls, they're gonna flop, they're gonna try to flop. Everybody meet the pass. Rebound, if we score, time. If we score, we don't have a timeout. We press, foul. Okay? هنا انتهى التايم اوت. حكمنا الجميل احمد مغربي بعت لي بيقول لي ان طلبة في اخر دقيقتين فيها شك بيروح للاي ار اس. اذا هو يعني ما بيكلمنيش في حته التشالنج ان في، بس انا عارف ان في 11 تعديلات اكتوبر السنه اللي فاتت ان لكل مدير فني تبعا لقوانين فيبا، وهنلعب كده في كاس العالم القادم، لكل مدير فني واحد تشالنج في المباراه. لكن يكون بيقول ان الاي ار اس يتاكد ماشي. ادي الكرة، مايكل تومسون خطأ شخصي يستوجب، هنشوف هل رميتين حرتين ولا. النهاردة شايفين، خلي بالك عشان برضو بتبقى رؤية المشاهد غير، شايفين ادوار دفاعية قوية بيعملها محمد ابو النصر على فكرة، يعني برضو بعض الناس ممكن تقول ليه ابو النصر في الملعب بعد البلوك بعد لا، هو في ادوار دفاعيه، لكن ابو النصر دلوقتي خارج الخمسه يعني، لا موجود اهو. اذا بيأدي ادوار دفاعيه قويه. باسكت بول از ديفنس نوت اونلي اوفنس، باسكت بول دفاع ليس هجوم فقط. الرميه الحره الثانيه بيسجلها ويصعب المهمه، واعتقد بينهي المباراه كلينيكيا لمصلحه الاهلي، لكن دومينيك بيكافح مع الاتحاد وادي التراب. يوسف شحاتة دخل يعمل واحدة متوسطة المدى وهو اللي بيلم تاني، لا خدها وفيه وادي اوت لمصلحة، اتخبط في راسه. ادي ابو النصر جاب واحدة بيقاتل فيها. يا عم خد بالك عشان هنا بص الحكام على طول الاثنين هم راقبين، قال لك اوت للاهلي. انا بقول لك لو على التوقيت اللي انا شايفه ده 5 ثواني المباراه انتهت اكلينيكيا لمصلحه الاهلي 68-22، بل يوجد خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح محمد محمود ابو النصر. الرميه الحره الاولى بيضيعها، بيقول له هنا مايكل تومسون ولا يهمك بس بالانجليزي، فجاب الرمية الحرة الثانية. أنس أسامة. إذا خلاص الفير بلاي ينتهي اللقاء رسميا أعزائنا المشاهدين. يبقى نكتب في أوراقنا 1-0 لصالح الأهلي، لصالح أوجوستي جول بيقول هارد لك هنريك رول المدير الفني الألماني، وهارد لك نادي الاتحاد السكندري. ينتهي اللقاء الأول بنتيجة 69، بنكتب أهو 62 عشان نقول في اللقاءات